السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في هذا اليوم وفي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج أطفالنا. رجعنا لكم بعد تواجدنا اليومي في معرض مسقط الدولي للكتاب، أيام جميلة قضيناها معكم وأيام رائعة ومفيدة من خلال الفقرات اللي قدمناها لكم. إن شاء الله أيضا اليوم راح نقدم لكم مجموعة من الفقرات المفيدة والشيقة، فنحن نتمنى لكم متابعة طيبة من الآن حتى الساعة 11. فالحين أعزائي راح ناخذ فاصل وبعدها راح نرجع لكم، فكونوا معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا، فنحن نتمنى لكم متابعة طيبة من خلال برنامجنا برنامج أطفالنا. طبعا اليوم إن شاء الله راح نقدم لكم مجموعة من الفقرات المفيدة والشيقة مثل ما ذكرت. فقراتنا اليوم متعددة، طبعا راح نقدم لكم فقرة المستهلك الصغير وأيضا مسابقة المستهلك الصغير اللي نقدم لكم مجموعة من التوعيات الجميلة عن المستهلك الصغير، وأيضا راح نقدم لكم فقرة مواهب الأطفال اللي دائما كل أسبوع طبعا نجيب كذا أطفال عندهم مواهب جميلة ونتعرف على مواهبهم الجميلة. وأيضا زميلتنا رزان قامت بعمل لقاءات جميلة واستطلاع جميل مع الأطفال حول موضوع القراءة وحب القراءة، راح نتعرف إذا كانوا الأطفال يحبوا القراءة ولا لا. وأيضا مشاهدينا عندنا مجموعة من الفقرات الشيقة أيضا، ونحن جدا سعيدين بتواصلكم الدائم أما معنا من خلال متابعتكم لبرنامج أطفالنا. الحين مشاهدينا نحن راح نشوف مواقع صفحات التواصل الاجتماعي وبعدها راح نرجع لكم. مثل ما ذكرت عندنا مجموعة من الصفحات، عندنا في الانستغرام وأيضا في التويتر وفي الفيسبوك، ودائما اللي ما يتابع الحلقة دائما تنزل على اليوتيوب. نشوف مع بعض صفحات التواصل الاجتماعي وبعدها راح نرجع لكم عشان نبدأ باقي فقراتنا، فكونوا معنا.
أعزائي من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، نحن أكيد راح نرحب بكل آرائكم واقتراحاتكم حول مواضيع حلقات البرنامج، وأيضا دائما نسعى أن نحن نعرض مواهب الأطفال اللي دائما يحضروا في استديو البرنامج. يعني أنا مثل ما أذكر، إذا كان عندكم أطفال عندهم مواهب جميلة وحابين أن نستعرضها، طبعا نستعرض هذه المواهب، ما عليكم إلا أنكم تتواصلوا معنا من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، طبعا تكتبوا لنا الاسم الثلاثي ورقم الهاتف وأيضا الموهبة عشان نحن نقدر نتواصل معكم بكل سهولة. الحين أعزائي راح نبدأ بأولى فقرات البرنامج، وراح ننتقل لزميلتنا رزان البلوشية اللي قامت بعمل استطلاع جميل مع الأطفال حول موضوع القراءة، وراح نشوف الأطفال إذا كانوا يحبوا القراءة ولا لا. نشوف زميلتنا رزان وبعدها راجع. نتعرف عليك؟ خديجة محمد حبيب سالم الشخصي. يا هلا بك يا خديجة. خديجة، هذه أول زيارة لك للمعرض؟ نعم أول زيارة. اشتريتي كتب ولا بعدك؟ لا بعد ما اشتريت كتب. إيش ناوي تشتري إن شاء الله؟ كتب لتعليم كتابة، كيف نكتب قصة وخاطرة وشعر وكتب غيرها الكثير. حلو يا خديجة. خديجة خبريني، إيش انطباعك في المعرض؟ معرض واجد يعني جميل ومرتب، وكل دولة تتميز بشيء غير عن الدولة الثانية، وأنا أحببت هذا المعرض وأقول لزملائي المشاهدين بأن يأتوا لزيارة هذه المعرض لأنها فرصة لا تتفوت. شكرا لك يا خديجة. عفوا لك. السلام عليكم، نتعرف عليك. وعليكم السلام، اسمي فاطمة أسد زيدي، مسد حنين تعليمي أساسي. يا هلا بك يا فاطمة، أخبارك يا فاطمة؟ خير الحمد لله. هذه أول زيارة لك في المعرض؟ نعم. إيش انطباعك على المعرض؟ معرض جميل وكبير، في كتب مفيدة وكثيرة. إيش اشتريتي؟ شريت كتب رياضيات وكتب إنجليزي، أنصح الجميع بزيارة هذا المعرض. شكرا لك يا فاطمة. العفو. مشاركة أخرى ونتعرف عليك. جواهر أحمد. يا هلا بك يا جواهر. جواهر أنت صف كم؟ سابع. ما شاء الله يا جواهر. جواهر هذه أول زيارة لك في المعرض؟ لا، زيارة ثانية. ما شاء الله. جواهر خبريني، كيف شفت الكتب الموجودة في المعرض؟ حلوة. اشتريتي ولا بعد؟ اشتريت. ايش هو الكتاب؟ عن الألغاز. تحب الألغاز؟ أيوة. ايش تستفيد من الألغاز؟ نحن ليش نقرأ الألغاز؟ لأنها تنمي مهارة العقل. مشاركة أخرى ونقول السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا، من معي؟ آمنة. أخبارك يا آمنة؟ خير الحمد لله. آمنة أنت صف كم؟ سابع. ما شاء الله يا آمنة. آمنة أنت تحب تقرأي الكتب؟ كثيرا. إيش رأيك بالكتب الموجودة في المعرض؟ جميلة ورائعة، وتعلمت يعني أول قراءة لي تعلمت منها بعض الاستفادة. إيش استفدت من القراءة؟ استفدت يعني نميت بعض معلوماتي عندي. إيش اشتريت من المعرض؟ بعض الكتب اللي تنمي معلوماتي وتزيد ذكائي وتطور من نجاحي. شكرا لك يا آمنة. العفو. السلام عليكم، نتعرف عليك. وعليكم السلام، اسمي طالبة فيض النور فاضل محمد المعمري. يا هلا بك يا فيض النور. فيض النور، ايش الكتب اللي تحب تقرئها؟ كتب اللغة الإنجليزية عشان تنمي مواهبنا في تعلم اللغة الإنجليزية. ممتازة فيض النور. فيض النور خبريني، نحن ليش نقرأ دائما؟ عشان ننمي مواهبنا يعني نتعلم كذا. طيب خبريني، ايش انطباعك على المعرض؟ المعرض حلو وايد وفي كتب مستفيد منها عشان ننمي مواهبنا. ايش تنصح اللي ما زاروا المعرض؟ انهم يزوروه لان في كتب وايد نستفيد منها ونتعلم. شكرا لك. العفو. مشاركه اخرى اصدقائي ونتعرف عليه. ميرا خميس الجابري. يا هلا بميرا. حياتها من حسيني. اخباركم؟ الحمد لله بخير. صف كم انتو؟ صف تاسع. ما شاء الله. خبروني، ايش انطباعكم عن المعرض؟ جميل، يعني حلو الفعاليات، ركن الفعاليات وركن الأطفال وركن الكتب الإنجليزية، كل شيء حلو ما شاء الله. إيش متطور يعني شيء. إيش الكتب اللي اشتريتوها من المعرض؟ اشترينا كتب إنجليزية قصص، وهي تساعدنا عشان تنمي الخيال. تحبي تقرأي القصص؟ أيوة. ليش تحبي تقرأيها؟ لأنها يعني في وقت الفراغ تمتعنا وتنمي الخيال. شكرا لكم. عفوا.
رجعنا لكم من جديد مشاهدينا، شاهدنا استطلاع زميلتنا رزان البلوشية وأشكرها على هذه اللقاءات الجميلة. لاحظنا أن الأطفال ما شاء الله زاروا معرض مسقط الدولي للكتاب، وأيضا يحبون القراءة ويحاولون يأخذوا الكتب المناسبة اللي تناسب جميع أعمارهم. طيب الحين مثل أنا ما ذكرت يعني أن نحن راح نرحب بالأطفال المتواجدين معنا في استديو البرنامج اللي عندهم مجموعة من المواهب الجميلة واللي إن شاء الله اليوم راح نتعرف عليها بكل شفافية رائعة. طيب راح نتعرف بزميلتنا روان بنت حميد التميمية. أهلا وسهلا فيك يا روان، كيف حالك؟ خير. وايضا راح نتعرف بزميلتنا هديل بنت بدر السيابيه. اهلا وسهلا فيك يا هديل، كيف حالك؟ بخير الحمد لله. روان نبدا معك. روان انت في اي صف؟ خامس اول. صف الخامس، كم عمرك؟ 11 سنه. 11 سنه، العمر كله ان شاء الله. من وين انت يا روان؟ من بهله. من بهله ما شاء الله، جايه من بهله الى استديو البرنامج، جميل. طيب يا روان خبريني شو مواهبك؟ مواهبتي إلقاء الشعر وحفظ القرآن الكريم. ما شاء الله. من متى بديتي تلقي الشعر وأيضا من متى بديتي تحفظي القرآن الكريم؟ صف الثالث. من صف الثالث أنت بديتي تلقي الشعر وأيضا تحفظي القرآن الكريم؟ أيوه. جميل، من يساعدك أنك أنت تلقي الشعر؟ أهلي والمدرسة. أيضا حتى في حفظ القرآن الكريم يساعدوك أهلك والمدرسات في المدرسة؟ أيوة. جميل. طيب أنا عرفت أنك أنت أيضا تحب أنك تشاركي في الإذاعة المدرسية وأيضا في الفعاليات الأخرى اللي تقوم فيها يعني في المدرسة أو خارج المدرسة، صحيح؟ خصوصا أنك أنت تحبي تلقي الشعر وأيضا حفظ القرآن الكريم. أيوة، أنا كنت أقدم في الإذاعات قرآن كريم وفي الأعياد الوطنية أقدم شعر. جميل، يعني عندك مشاركات وطنية وأيضا دينية، فتحبي دائما تبرزي نفسك وأيضا تنمي موهبتك من خلال مشاركاتك في الإذاعة المدرسية. طيب المدرسة كيف تساعدك أن تنمي موهبتك؟ يعني المعلمة تشجعني ويكرم البنات اللي يتفوقن ويفوزن بالمراكز. جميل. طيب وأهلك أيضا كيف يساعدوك أنك أنت تنمي الموهبة؟ أهلي يساعدوني بأنهم يشجعوني وفي وقت الفراغ يسمعوا لي الأشياء اللي أنا بحفظها. جميل، طيب راح نسمع قصيدة؟ أيوه. يلا يا روان نسمع قصيدة وطنية. أيوه. شو اسم القصيدة؟ عنوان القصيدة؟ سلطان القلوب. يلا نسمع القصيدة. ما كل سلطان للقلوب سلطان، وما كل من يأمر وينهي نجيبه، إلا أنت يا قابوس سلطان العمان، وسلطان القلوب ملكها بطيبة. شعبك يلي بالأمر راض وفرحان، واللي لهمسه كل شعبه يجيبه. مدمن لحبك هالشعب وأي إدمان، ومحبتك يا سيدي مو بعجيبة. تاج الحكم ما يوم زهاه إنسان، بس أنت زهيته وما هي بغريبة. هالمسألة يلي بك التاج مزدان، من هيبتك قابوس مزداد ثهيبة. ثوب الفرح غطى على كل ألوان، لو العيد كل مننا يحتفي به. تفاخري تبختيري دوم يا عمان، لك الفخر قابوس أنا تفرحي به. قابوس سافر بك إلى مجد لاهان، ونور فكره بدربنا نستضيبه. الله عليك يا روان، صح لسانك على هذه القصيدة الجميلة. روان أنا أيضا عرفت أنك أنت تكتبي القصائد، صح؟ جميل. ايضا من كيف بديتي انك انت تكتبي القصائد؟ يعني انا كنت اشوف كلمات من الكمبيوتر وافتح النت واشوف كلمات منهن عن عمان واكتب. جميل، طيب في حد عندك صحح مثلا الشعر اللي انت تكتبيه ولا لا؟ ولا ما تخلي حد يشوف؟ زميلاتك بس؟ طيب في المدرسة مدرسات مثلا اللغة العربية انهم؟ لا ما حد. ليش؟ بس كذا. يعني هذا شيء خاص لك وما تحبي حد يشوفه. طيب انت حاولي ان مثلا مدرسات اللغه العربيه يشوفوا القصائد اللي انت تكتبيهم عشان يعدلوا فيها يمكن بعض الاشياء، وتحاول انك انت تلقي قصائدك ايضا بنفسك، صح؟ طيب ايضا راح ننتقل لزميلتنا هديل. هديل كيف حالك مره ثانيه؟ الحمد لله بخير.
هديل، انت عندك ما شاء الله آلة، ايش هذا اسم هذه الآلة؟ آلة الأورج. آلة الأورج، جميل. طيب اليوم راح تعزفي لنا كذا معزوفات جميلة؟ نعم. حلو، ايش مواهبك ايضا يا هديل؟ موهبة العزف. بس موهبة العزف، ما عندك موهبة ثانية؟ حلو، من متى بديتي تعزفي على هذه الآلة؟ من الصف الثاني. من الصف الثاني، تعزفي أيضا في طابور المدرسة؟ نعم. جميل، ومن ساعدك أنك تنمي موهبتك؟ المعلمات والأهل. حلو، أهلك اشتروا لك آلة الأورج ولا؟ توفروا آلات الأورج. حلو، أهلك يعني ساعدوك أن توفر لك الآلات الموسيقية عشان تنمي موهبتك؟ نعم. طيب متى تحب تعزفي يا هديل؟ عندك وقت معين تحب تعزفي فيه ولا لا؟ متى؟ العصر. تحب تعزفي العصر بس فقط في المنزل تعزفي؟ والصباح. وبعد الصباح، الصباح طابور المدرسة والعصر في المنزل. جميل، راح تسمعينا مقطوعة جميلة؟ شو اسم المقطوعة اللي راح تسمعينا إياها؟ جولة الوفاء. يلا نسمع. يلا نسمع. عليك يا هديل، هذه تحية مننا، أشكرك على هذه المقطوعة الجميلة. طيب هديل، لما مثلا تسمعي أنشودة معينة أو مثلا معزوفة معينة عجبتك، كيف تحاول أنك أنت تعزفيها؟ أسأل الشخص اللي يؤديها، أقول كيف أنت تعرف تؤدي هذه المهارة. وبعدين؟ بعدين يساعدني في. طيب تخيلي ان انت سمعتي هذه المعزوفة من خلال مثلا التلفاز او من خلال الحاسب الآلي، فكيف انك انت تقدري تعزفيها بعدين اذا كان الشخص ما متواجد؟ اذكر اخترع مثله. تخترعي مثلا معزوفة من عندك ولا تلجئي لشخص مثلا كبير، مثلا المدرسة، مدرسة الموسيقى؟ مدرسة الموسيقى. حلو، يعني تروحي تتعلمي من عندها صح؟ عشان تعلمك هذه المقطوعة صح يا هديل؟ طيب ننتقل أيضا لزميلتنا روان. روان، نحن نتكلم عن القراءة وشاهدنا تقرير زميلتنا رزان الشفتي صح؟ قبل شوي اللي ظهر، فأنت زرتي معرض الكتاب ولا لا؟ زرته مرة واحدة. زرتي معرض الكتاب، جميل. يعني تحبي القراءة. أيوة. شو أنواع الكتب اللي دائما أنك أنت تحبي تقريها يا روان؟ الإنجليزية والعربية وحل مسائل الرياضية. جميل، يعني القصص الإنجليزية وأيضا العربية، وتحلي المسائل الرياضية عشان تنمي مواهب قدراتك في الذكاء. طيب روان، لما تشتري كتاب معين مثلا، انت اكيد شريتي مجموعه من الكتب او القصص اللي حابه انك انت تقريها، بديتي انك انت تقري هذه القصص ولا لحد الحين ما قريتيها؟ لا، قريت منها. جميل، يعني قريتي جزء من هذه القصص. دائما تحاولي لما تشتري كتاب تقري. متى تحبي تقري يا روان؟ وقت الفراغ. وقت الفراغ فقط؟ في المدرسة تأخذي كتابك معك، وإذا حصلتي مثلا الحصة فاضية مثلا ما جت المدرسة تحبي تقري ولا تروحي مع زميلاتك تسولفي؟ في المدرسة نستعين من مركز مصادر. جميل، يعني ما تأخذي الكتاب معك. حلو،
جميل. طيب أيضا أنت يا هديل تحبي القراءة؟ نعم. زرتي معرض الكتاب ولا؟ نعم. زرتي معرض الكتاب، حلو. طيب إيش الكتب اللي خذيتيها من المعرض؟ مع الإنجليش والرياضيات. تحبي قراءة القصص الإنجليزية؟ نعم. قريتي هذه القصص ولا لحد الحين ما بديتي فيها؟ قريتي. بتخلصي كل الكتب اللي خذيتيهم ولا راح تقري فقط الكتاب اللي عجبك والكتب الباقية راح تخليها؟ أقراهن كلهن. متأكدة؟ جميل. طيب لما تقري هذه الكتب أكيد أنت تستفيدي منها. خذوا هذا الكتاب ولا لا؟ أقول. حلو. ومتى تحبي تقري يا هديل؟ في أوقات الفراغ، في أوقات في المدرسة بعد تحبي تقري؟ نعم. حلو. مثلا لما تقري أهلك يساعدوك في القراءة أو أيضا مدرسة اللغة العربية تساعدك في القراءة؟ نعم. جميل. أكيد بعد في المدرسة عندكم حصة القراءة صح؟ حلو. طيب روان راح تسمعينا قصيدة؟ أيوة. يلا نسمع. قلدوا عقد الفواني بعض شعري في عمان، فهي من أغلى الجمان، صغها فخرا جناني. يا بلادي يا مرادي، أنت نبض لفؤادي، لك عمري وودادي، يا حروفا للساني. قبلة الحب قديمة، أصلها كان كريما، نافست حورا وريما، وغدت تاج الحسان. افتحوا كل كتاب فيه ذكر للصواب، قد هزمنا المتفابي من نوى غزوى مجان. وسلوا سود الليالي ثم موجا كالجبال، عن همام لا يبالي، أصله كان عماني. فلك المجد التليدي، ولنا الفخر المجيدي، ولك الفجر السعيدي، شع في كل مكان. يا إلهي ورجائي، استجب مني دعائي، كل مني وإلهي، حافظا طول الزمان، حافظا طول الزمان. الله عليك يا روان، ما شاء الله عليك. إن شاء الله في المستقبل نشوفك شاعرة كبيرة. إن شاء الله. إيش حابة تكوني إن شاء الله لما تكبري؟ شاعرة. شاعرة؟ ما حابة يعني تكوني يعني في مجال آخر؟ يلا إن شاء الله. إيه أكيد طبعًا، هي تحب تقرأ، هي قالت إن هي تحب القراءة صح؟ حلو. طيب هديل راح تسمعينا مقطوعة؟ يلا نسمع. أول شيء إيش اسم المقطوعة اللي راح تسمعينها؟ قابوس أبي. قابوس أبي، يلا نسمع. عليك يا هديل، وهذه تحية منا. بعد أنا أشكرك على هذه المقطوعة الجميلة، أشكرك يا روان بنت حميد التميمية وأيضا هديل بنت بدر السيابية، أشكركم على تواجدكم اليوم في استديو البرنامج، نورتونا. إذا مشاهدينا الحين راح ناخذ فاصل وبعدها راح نرجع لكم، فكونوا معنا.
أعزائي رجعنا لكم من جديد. طبعا الحين راح ننتقل لفقرتنا الثانية، أن كل أسبوع معنا فقرة المستهلك الصغير اللي من خلالها تسعى الهيئة العامة لحماية المستهلك إلى نشر ثقافة الاستهلاك وزيادة الوعي من خلال غرس مجموعة من القيم الاستهلاكية الإيجابية وطرق أساليب الاستهلاك الصحيح. راح نشوف فقرة المستهلك الصغير مع زميلتنا تماضر العلوية، وبعدها راح نرجع لكم. مشاهدينا الكرام، أصدقائي الأطفال، أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامج أطفالنا وفقرة المستهلك الصغير. اليوم سنتعرف على موقف آخر جديد ورسالة استهلاكية إيجابية جديدة. أحبائي، الإعلان المضلل هو الإعلان الخادع الذي يتضمن عرضاً أو بياناً كاذباً يؤدي إلى تضليل المستهلك وخداعه وتكوين انطباع غير حقيقي وصورة غير صحيحة عن المنتج المعلن عنه. هذا هو موضوع حلقة اليوم أحبائي، ومن خلاله سنتعرف على موقف اليوم، وسنقوم بتعريفكم بأهم الطرق لتجنب الشراء عن طريق الإعلانات المضللة وكيفية التعامل معها. مازن طالب في الصف التاسع، وهو في طريقه إلى المدرسة أبهره أحد الإعلانات التي تروج لأحد المنتجات، فأغراه شكله ومواصفاته، فطلب من والده شراء هذا المنتج له. وبعد فترة اكتشف مازن أن مواصفات هذه السلعة غير مطابقة للإعلان، كما أن سعرها أعلى مما كان موجودا في الإعلان. فما رأيكم بموقف مازن؟ وماذا كان يجب عليه أن يفعل؟ وهل تقومون بشراء المنتجات عن طريق الإعلانات؟ ولماذا؟ وبماذا تنصحون المستهلكين؟ في اعتقادي أن موقف مازن خاطئ. التصرف الذي قام به صديقنا مازن غير سليم. أنا لا أوافق صديقنا مازن في تصرفه. تصرف صديقنا مازن غير سليم. كان يفترض أن لا ينخدع بذلك الإعلان. عليه أن لا يقوم بشراء السلع عن طريق الإعلان، لأنهم خدع بشراء تلك السلع. أنا لا أشتري السلع التي تأتيني عن طريق الإعلانات. أنا لما أرى الإعلان لا أصدقه، بل أذهب إليه وأخلي المعلم أو جنبي أن يجربه، لأن إذا ذهبت إلى المنزل واشتريته لا يستقبل الاسترجاع، بل أجربه في هذا المحل. يجب علينا أن نتأكد من السلع قبل شرائها عن طريق الإعلان. طبعاً الإعلان له تأثير كبير علينا جميعاً. نصدق الإعلان في حالات وفي حالات لا. في حالات نصدقه عندما يكون واقعي يجذب الشخص، عندما يكون يعني واقعي يجذب الشخص، يأخذنا من الحياة العامة، يفيدنا في الحياة، يكون بحاجة له. عندما نكون بحاجة له يعني هذا يجذبنا إلى أن نشتريه وإلى أن نجربه. وفي حالات يعني يكون الإعلان مفيد وواقعي في الحياة، ولذلك يجذبنا إلى أن نجربه. ما أصدقه، لأنه في نفس ما قلت لك الإعلانات نصها تقريبا يدور يعني الفلوس. في بعض من هذه السلع لازم يعني يريدوا الفلوس، يضحكوا على الناس انهم يشتروا هذه السلع. يجب على الانسان اول شيء يتفكر في آية تقول افذلك فلا يتفكرون. الاشخاص يبيعون السلع لكي الناس حتى يحصلون على ارباح كثيره. الشخص قبل ان يشتري لازم عليه يتفكر، هل هذا مفيد؟ لا يضر حق الصحه؟ طبعا ما صدق جميع التي في الاعلانات، بسبب أول شيء إن اللي بيجي في الإعلانات ما تكون دائما مطابقة مع المنتج،
طبعا لازم اول شيء نتاكد من الكرتون او يعني منتج السلعه ونشوف هل هي مطابقه لما جاءت في الاعلان. اذا كانت مطابقه وكانت تفيد فنقوم بشرائها طبعا. لكن اذا كنا احنا اصلا ما محتاجينها فاصلا ليش احنا يعني لازم في ناس يشتروا اشياء ليش هم بحاجتها؟ طبعا كل اعلان انه يكون فيه اشياء مذبذبه، فانا كيف اشتري شيء للاعلان؟ على حسب انا رغبتي وحسب اللي انا محتاجته، يعني اللي يفيدني الاشياء اللي انا الضروريه. ما بين كل يعني كل ما اشوف اعلان يعني اني ابى اجربه ولا شيء، لا انا اشوف اللي يفيدني اول شيء. الانسان يعني من خلال الشيء نفسه قد يمكن هذا الانسان يحتاج لهذا الشيء، او انه يعني هو يعني يذهب إلى السوق ويشتري هذا الشيء فهو بحاجة إليه، يعني هو بغض النظر يمكن لا يحتاج إليه بس هو يمكن مثلا يستفيد منه، ونحن نتأثر طبعا بهذا الشيء. طبعا في حالات نكون بحاجة إليها ويكون في نفس الوقت الإعلان يجذبنا إليها، ولكن عندما يكون بحاجة إليها ذلك يكون نسبته أكبر، لذلك نذهب لشراء الإعلان السلعة التي نكون بحاجة إليها. ولكن الإعلان يؤثر أحياناً عندما يكون مفيد، يعني مثلاً ينشر يكون إعلان يعني سلعة جديدة ينشرها بغرض يعني الإفادة ونشرها يعني، وعندما يكون إعلان مفيد ونشعر بأننا بحاجة له نجربه، فإن كان مفيداً نشتريها بغرض الحاجة وإن لم يكن مفيداً لا نجربه. طبعاً الإعلانات الكل يعني يعرف فيها أنها تقسم إلى قسمين، إعلانات فيه سلبية وإعلانات فيه إيجابية، والفرض اللي هو يعني المشترك للإعلان هو قيمة الشخص أو الاستفادة من هذا المنتج الذي يقدمه لنا. إذن أحبائي، كان يجب على صديقنا مازن عدم الانسياق وراء الإعلانات الخادعة والمضللة، وعدم التسرع أو الاستعجال بالشراء عن طريق الإعلانات قبل التأكد من مصداقيتها، وعدم الانجذاب لشكلها البراق أو تغليفها المبهر. أصدقائي متابعي برنامج أطفالنا، أهلا بكم من جديد في فقرة المستهلك الصغير، وكما وعدناكم الأسبوع الماضي بأننا سنقوم باستعراض مشاركاتكم حول أفضل شعار أو عبارة توعوية معبرة حول موضوع الإعلانات المضللة من خلال صفحة البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وطبعا وصلتنا العديد من المشاركات، ونحن نشكر تفاعلكم الجميل حول هذه المسابقة، ودعونا الآن نستعرض على الشاشة بعض من هذه المشاركات. أولى المشاركات التي وصلتنا عن موضوع الإعلانات المضللة كانت من صديقنا الخليل بن أحمد بن سعيد الرحبي، وعبارته كانت تقول: احرص على انتقاء السلعة بعناية ولا تنخدع بالشعارات المزيفة، افحص وجرب سلعتك لضمان نقائها واحذر من التقليد. هذه المشاركة من صديقتنا هيام بنت سعيد بن علي السيابية من ولاية دمى والطائيين، شكرا لمشاركتك معنا. صالح بن خميس الربخي شاركنا بعبارته: تأكد من مطابقة بيانات المنتج الذي ستشتريه لما هو موجود في الإعلان. أما نور بنت خميس الوهيبية شاركتنا بعبارتها: تأكد من مطابقة بيانات المنتج لما هو موجود في الإعلان. خالد بن سليمان بن حمد السليماني شاركنا بعبارته: عزيز المستهلك، احذر من الإعلانات الخادعة. نعم لنسعد مستهلكا راقيا ولنقل لا للإعلانات المضللة. هذه مشاركة صديقنا محمد بن سعيد بن محسن الرحبي. أما الفائز في حلقة اليوم عن موضوع الإعلانات المضللة هو الخليل بن أحمد بن سعيد الرحبي بعبارته: احرص على انتقاء السلعة بعناية ولا تنخدع بالشعارات المزيفة. مبروك للفائز معنا بأربعين ريال عماني مقدمة من الهيئة العامة لحماية المستهلك. وإليكم أصدقائي أهم الطرق لتجنب الشراء عن طريق الإعلانات المضللة أو الخادعة وكيفية التعامل معها. أولاً،
الإلمام بالثقافة الاستهلاكية وزيادة الوعي خاصة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الإعلانات الخادعة. ثانياً، يجب ألا تؤثر الدعاية والإعلان على سلوكياتنا كمستهلكين. ثالثاً، لا تخضع لمغريات الحملات الإعلانية والدعائية فتشتري ما لا حاجة له. رابعاً، تذكر أن الإعلان الجذاب ليس شرطاً لجودة السلعة ونوعيتها، فربما يكون عكس ذلك تماماً. خامساً، التأكد دائماً من مدى جودة السلعة من خلال محتواها وبيانات مكوناتها وليس من إعلاناتها أو شكلها الجذاب. سادساً، لا تنساق وراء العبارات الرنانة التي لا توضح طبيعة المنتج الحقيقية. سابعاً، تأكد من أن السعر المعلن عنه هو السعر الذي ستقوم بدفعه، وقم بطلب فاتورة الشراء الصحيحة واحتفظ بها. أما الآن أصدقائي، نذكركم بأن موضوع الأسبوع القادم واللي راح نتلقى عليه مشاركاتكم من اليوم على صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي هو موضوع الباعة المتجولين، وذلك بإرسال شعار أو عبارة إرشادية قصيرة عن هذا الموضوع، وهناك جائزة لأفضل عبارة توعوية قيمتها 40 ريال عماني مقدمة من الهيئة العامة لحماية المستهلك. في الختام أصدقائي، رسالتنا الإيجابية الاستهلاكية لهذا اليوم تقول: فكر قبل الشراء ولا تكن ضحية للإعلانات الخادعة. ونتمنى لكم متابعة طيبة لبرنامج أطفالنا، والآن عودة إلى حوراء في الأستوديو. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا نحن شاهدنا فقرة المستهلك الصغير وشاهدنا الموضوع اللي تكلمنا فيه اليوم طبعا عن الإعلانات الوهمية والإعلانات الخادعة، وتلقينا مجموعة من المشاركات الجميلة، وأيضا شاهدنا من اللي فاز معنا اليوم حول العبارة المختصرة. فأتمنى أيضا مشاهدينا أنكم تشاركونا حول موضوع طبعا فقرة المستهلك الصغير اللي ذكرتها زميلتنا تماضر الوهيبية. فأكيد نحن راح نتلقى جميع مشاركاتكم وأيضا عباراتكم المختصرة وأيضا رسوماتكم حول صفحات التواصل الاجتماعي اللي ظهرت قبل شوية على شاشة البرنامج، وأيضا راح نشوفها بعد شوية على شاشة البرنامج بكل وضوح. الحين أعزائي راح ناخذ فاصل وبعدها راح نرجع لكم، فكونوا معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا رجعنا لكم مع مجموعة جديدة من المواهب وأيضا الأطفال الحلوين اللي منورين استديو البرنامج. راح نرحب بالبطل ناصر. ناصر كيف حالك؟ ناصر شو اسمك الثلاثي وعلي لي على صوتك؟ ناصر بن أحمد بن ناصر بن سالم بن رحب. والنعم فيك يا ناصر. ناصر أنت في أي صف؟ صف الرابع. صف الرابع، شاطر في المدرسة؟ إيش مواهبك يا ناصر؟ إلقاء الشعر وقراءة القرآن والأناشيد. جميل. طيب أيضا راح نرحب بزميلتنا بدور. بدور كيف حالك؟ خير. بدور شو اسمك الثلاثي؟ بدور بنت خميس
ولد والي. حياك الله معنا يا بدور. بدور انت في اي صف؟ الرابع. صف الرابع، كم عمرك؟ 10 سنوات. 10 سنوات، العمر كله. شو هواياتك يا بدور؟ الرسم. الرسم فقط ولا عندك مواهب اخرى؟ ما عندك، فقط الرسم. طيب ناصر، انت عندك موهبة إلقاء الشعر وأيضا الإنشاد وحفظ القرآن الكريم، صح؟ حلو. من متى بديت تلقي الشعر وتنشد؟ من يوم صف أول. لما كنت صف أول تحب تلقي الشعر وتنشد؟ طيب من ساعدك أنك أنت تلقي الشعر؟ أهلي وفي المدرسة وفي المساجد. جميل. طيب بدور، أنت تحب ترسمي، خبريني شو الأشياء اللي دائما أنك أنت تحب ترسميها؟ الطبيعة والمحيطات. الطبيعة والمحيطات. طيب إيش الألوان اللي دائما أنك أنت تحبي تستخدميها لما ترسمي؟ الأحمر والأخضر والوردي. جميل. أنا شايفة أيضا بعض الرسومات معاكي، لكن إحنا ما راح نشوف رسوماتك الحين. أول شيء راح تبدي ترسمي الحين، إيش رأيك؟ تبدي ترسمي؟ يلا ارسمي حاجة جميلة لنا عشان بعدها راح نستعرضها على شاشة البرنامج. طيب يلا، ايش رايك ترسميني؟ انا راح ترسميني؟ لا. طيب ناصر، انت تلقي الشعر وايضا تحب تنشد وتحفظ القرآن الكريم، ما شاء الله عليك. وين تلقي الشعر؟ وين تحب انك تنشد؟ في المدرسة، في المساجد، وعند اهلي. جميل. راح تسمعنا قصيدة الحين؟ يلا سمعنا قصيدة يا ناصر، وخليك كذا شوية مرتاح ولا تخاف، ها، وعليلي على صوتك. يلا يلا. عيد المعلم كم أراك جميلة، إن انتظرتك للقاء طويلة، لتبوح بالشكر الجزيل قصيدتي لمعلم هو في الفؤاد نزيلة، هو في العقول منارة إشعاعها فيه الهداية للضليل سبيلا، في قربه تجد الحصافة والنهى، تجد المعارف والرؤى المأمونة، يعطيك من شت العلوم فوائدا، آه لولاه كنت جهولا، سهر الليالي نورها وظلامها، فكأنه للزهد بات خليلا. الله عليك يا ناصر، ويستاهل المعلم هذه القصيدة الجميلة، ما شاء الله عليك. ناصر، من علمك أنك أنت تلقي هذه القصيدة؟ أهلي. تحب أيضا تكتب القصائد ولا فقط تحب تلقي القصائد؟ ألقي القصائد فقط، ما تحب تكتب القصائد. طيب تحب أيضا تشارك في فعاليات المدرسة، سواء كان داخل المدرسة أو خارج المدرسة، مثل الفعاليات الوطنية وأيضا الدينية؟ أيوه. يعني مشارك، إيش المشاركات اللي مشاركهم في المدرسة وخارج المدرسة؟ حفظ القرآن الكريم. والأناشيد. بس؟ طيب مثلا لما تلقي قصيدة معينة أو أنك تنشد، حصلت كذا على جوائز أو مراكز معينة؟ أكيد في المدرسة يعملوا مسابقات، صح، في الإذاعة المدرسية، فأنت حصلت على مركز معين يا ناصر؟ أي مركز؟ في المساجد جايب الأول. ما شاء الله عليك، في حفظ القرآن الكريم الأول والثالث. جميل ما شاء الله. طيب وبعد في المدرسة؟ في المدرسة ما جاب مركز. ما جبت مركز لحد الحين. يلا إن شاء الله بعد البرنامج ولما تروح المدرسة إن شاء الله يوم الأحد جيب كذا مراكز جميلة من خلال إلقاء الشعر وأيضا الإنشاد وحفظ القرآن الكريم. طيب ناصر، أنت شاهدنا مع بعض فقرة المستهلك الصغير، صح؟ وأنا سألتك قبل شوي إذا مثلا أنت شاهدت إعلان وهمي، مثلا شفت لعبة معينة في التلفاز وشفت الإعلان، راح تشتري هذه اللعبة؟ ليش؟ ها؟ عجبتك اللعبة مثلا؟ أروح أشتريها. متى نصدق الإعلان؟ كل ما نشوف إعلان معين راح نصدق الإعلان ولا لا؟ ما أعرف. ما تعرف؟ أنت ما شاهدت الفقرة يعني؟ ونحن نتكلم عن الإعلانات وغيرها؟ أصدق. تصدق الإعلان؟ ليش تصدق الإعلان؟ لأنه طلعها في التلفاز. لأن يعني إذا طلع إعلان معين في التلفاز أنت راح تشتري الغرض اللي تريده، ما راح تسأل عن مثلا الإعلان إذا كان الإعلان صادق أو كاذب أو الغرض إذا كان مفيد ولا لا؟ أسأل. أكيد راح تسأل بعد والدك، صح، أو والدتك حول الموضوع، صح، وبعدها راح هم يخبروك إذا راح تشتري الحاجة اللي أنت تريدها ولا لا، صح ولا لا؟ صح. حلو.
طيب ايضا انا اشكر اهاليكم المتواجدين معكم في استديو البرنامج. يعني ما شاء الله انت من وين جاي يا ناصر؟ من بدبد؟ ايوه. ايضا بدور جايه من بدبد، وكان زملائي ايضا زميلتي روان جايه من بهله، وايضا هديل جايه من بدبد. يعني ما شاء الله عليهم كلهم جايين من مناطق بعيده، فايضا انا اشكر جميع اهاليهم المتواجدين معاهم في استديو البرنامج انهم يحثوهم دائما على تنميه مواهبهم. طيب يا ناصر، صوتك جميل وتحب تنشد، ايش رايك تسمعنا حاجه؟ زي. يلا نسمع اذا صوتك حلو ولا لا. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدميث الذي بالحق صار معلما. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدميث الذي بالحق صار معلما، بالحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم. كالنور في جرح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام، هديا يضيء دروبه وكأنه بدر السماء. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام، هديا يضيء دروبه وكأنه بدر السماء. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين، والله جل جلاله صلى عليه وسلم. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين، والله جل جلاله صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم. ذاك الذي رب العلا صلى عليه ما شاء الله عليك وسلم. سلم. ما شاء الله عليك يا ناصر، صوتك جدا رائع وما شاء الله، يعني تحية، هذه تحية منا على الصوت الرائع. طيب ناصر، أنت ذكرت أنك أنت تحب تشارك أيضا في الإذاعة المدرسية، نحن أيضا شاهدنا يا ناصر التقرير عن القراءة، أنت تحب القراءة ولا لا؟ تحب القراءة، زرت معرض الكتاب؟ جميل، إيش الكتب اللي خذيتها من المعرض؟ قصص وألغاز. أها. كتب الإنجليزي. الكتب الإنجليزية، طيب يعني كل الكتب اللي خذيتها تناسب عمرك ولا لا؟ ناسب. جميل، عمرك. قريت هذه الكتب اللي خذيتها ولا الحين ما بديت فيها؟ قاري لكن ما كملت. ما كل الكتب قريت، يعني يمكن جزء من الكتب قريتها. حلو، طيب بدور الحين ايش قاعده ترسمي انت؟ المحيط. ترسمي المحيط، جميل، يعني راح تخلينا نكون في المحيطات والبحر، ها؟
حلو، يلا ارسمي يا بدور، نشوف رسمتها. ما اعرف اذا نقدر نشوف الرسمه على شاشه البرنامج وهي قاعده ترسم بكل اندماج. نشوف الحين رسمه بدور على شاشه البرنامج. هذه السمكه وهي في المحيط. جميل يا بدور. طيب بدور هذه، طيب بدور ايش رايك تستعرضي رسوماتك الحين على شاشه البرنامج؟ نشوف الرسمه الاولى. يلا نشوف الرسمه الاولى. ايش هذه الرسمه يا بدور؟ فراشه. الفراشه. متى رسمتيها؟ لما علينا حصة فنون. عليلي على صوتك يا بدور، أنا ما أسمعك. في حصة الفنون. حصة الفنون، وهذه الألوان اللي استخدمتيها تحبين أنت هذه الألوان؟ جميل، طيب نشوف الرسمة الثانية. نشوف الرسمة الثانية. أيضاً هذه الرسمة الثانية، تكلمينا عن الرسمة. في العيد الوطني. هذه الرسمة رسمتيها في العيد الوطني ولا لا؟ لا. حلو. طيب مثل ما شايفين أعلام السلطنة والسيارات، يعني الشارع مزين بأعلام السلطنة والطائرة وأيضا الأشخاص الموجودين. طيب دائما تركزي أنك أنت تستخدمي الألوان الخشبية ولا تحبي تستخدمي ألوان ثانية غير الألوان الخشبية؟ الألوان الخشبية فقط. ليش تستخدمي الألوان الخشبية؟ ما حابة أيضا يعني تنمي من موهبتك الرسم أنك أنت تستخدمي ألوان ثانية مثل الألوان الزيتية المائية؟ كلها على الألوان الخشبية. طيب في المدرسة تنمي موهبتك؟ نعم. كيف تنميها في المدرسة؟ إن نقص نرسم. أها، مثلا في حصة الفنون التشكيلية ومشاركة أيضا في جماعة الفنون التشكيلية؟ هي. حلو. طيب في وقت الفراغ متى تحب ترسمي بالضبط؟ تحب ترسمي بالليل، العصر، المغرب، الصباح؟ الصباح. إذا مثلا عندك رسمة معينة في بالك تخيلتيها على طول، تحب تمسكي الورقة والقلم أو الكراسة وتحب ترسمي؟ حلو. وفقط تركزي على الألوان اللي دائما تستخدميها ولا هناك في ألوان ثانية غير الوردي والأسود اللي تستخدميهم دائما؟ ألوان ثانية. إيش الألوان اللي بعد تحبيها يا بدور؟ الأحمر والأصفر والأزرق والبني. جميل، ليش تحبي هذه الألوان؟ بس كذا؟ طيب انت زرتي معرض الكتاب ايضا؟ جميل، شريتي الكتب؟ حلو. طيب انا اشكرك يا ناصر وايضا اشكرك يا بدور على تواجدكم اليوم في استوديو البرنامج، وكملي رسمتك يا بدور. الحين مشاهدينا الكرام راح ناخذ فاصل وبعدها راح نرجع لكم، فكونوا معنا. مشاهدينا الكرام رجعنا لكم من جديد. طبعا كذا نحن وصلنا إلى نهاية البرنامج، أتمنى أنكم قضيتوا وقت جميل معنا من خلال طبعا الأطفال اللي استضفناهم اليوم في استديو البرنامج. مثل ما ذكرت إذا عندكم أطفال عندهم مواهب معينة، أتمنى أنكم تتواصلوا معنا من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، تكتبوا لنا الاسم الثلاثي والعنوان وأيضا رقم الهاتف ونوع الموهبة، وإن شاء الله نحن راح نتواصل معكم وراح إن شاء الله نحضرهم هنا في استديو البرنامج ونتعرف على مواهبهم الجميلة. نلاقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقة جديدة ومواهب أخرى ومواضيع أخرى. كذا تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.